تصدر هاشتاغ يرفع الحصار عن تعز عند تعز سايق الذي انطلق مساء الساعة 6 من السبت الماضي قائمة الترند العالمية ب20 لغة عالمية، ووصل عدد المتابعين أكثر من 4 ملايين قارئ في الدقائق الأولى من انطلاق الهاشتاغ، ولقي تفاعل 8 ملايين نشط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فضلا عن بقية قنوات وسائل التواصل الاجتماعي خلال 3 ساعات الأولى فقط من انطلاقة الهاشتاغ. وتواصلت تغريدات المشاركين في الحملة حتى بلغت أكثر من 12 مليون مدون على تويتر في الوسم ارفع الحصار عن تعز، وتفاعل معها أكثر من 8 ملايين مدون، فيما وصلت تغريدات المشاركين في الحملة على الوسم انتئز سايق إلى أكثر من 13 مليون مدون على تويتر، وتفاعل معها قرابة 4 ملايين. ووصل الوسم انتئز سايق إلى 6 عالميا حتى الساعة 9 من مساء السبت بعد انطلاق الهاشتاغ ب3 ساعات فقط، وهو أول وسم يمني يصل إلى هذا المستوى منذ العام 2010. وتوزعت بقية اللغات التي غردت لكسر الحصار عن مدينة تعز بمشاركة توزعت بين 5 ملايين، وسجلت الإحصاءات تفاعل 1 مليون في الهاشتاغ العالمي ارفع الحصار عن تعز على مستوى بقية اللغات العالمية. ومن جانب رسمي يمني سند الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني حملة ارفع الحصار عن تعز بعد ساعات من بدئها في مختلف أنحاء العالم، داعيا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى وقف الحصار عن تعز قائلا بكل لغات العالم أوقف الحصار عن تعز. من جانبها شددت وزير حقوق الإنسان اليمني الأسبق حورية مشهورة على مواصلة نشر الهاشتاغ ودعمه للضغط على الانقلابيين برفع الحصار عن تعز، وتولت من جانبها مهمة الترويج للهاشتاغ ونقل تفاعلات مختلفة للهاشتاغ على حسابها في تويتر. وكانت من أبرز الصور رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي صورتا طفلين الإيرانيين المنشقين على النظام الإيراني وتفاعلهما مع الهاشتاغ في مشهد يظهرهما من قلب باريس رافعين لافتات التضامن مع تعز. والحملة حسب القائمين عليها جاءت بعد دخول الحصار المفروض على المدينة شهره 9 مع بداية العام 2016، حيث منعت ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال الفترة وصول المواد الأساسية والدوائية والإغاثية.